سلام البنات، عواشركم مبروكه. اليوم غادي نقدم لكم كيفيه تحضير ورقه البسطيله. على بركه الله كنحتاجو 3 د الكيسان كبار تاع الدقيق، الماء، وجوج معالق كبار تاع الزيت، الملحه، ومعلقه كبيره تاع النشا او مايزينا. على بركه الله غنضيفو الدقيق 3 د الكيسان كبار كما قلت في الاول، وجوج معالق كبار تاع الزيت، زيت المائده، ثم قليل من الملح، ثم النشا ملعقة كبيرة. صافي، كنخلطو بالماء، كنزيدو الماء شوية بشوية. كنخدموها بحال كيما كنخدمو العجينة تاع السفنج، نفس الطريقة البنات. وانتوما عينكم ميزانكم، يعني كتضيفوا الماء شوية بشوية. دابا غادي نجمعوها بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لينا العجينه كامله، ومن بعد كنضيفو ثاني الماء تدريجيا حتى تطلق العجينه وتولي كما قلت لكم بحال العجينه تاع السفنج. صافي، هكا كما كتشوفوا. وكنزيدو ثاني شويه الماء مره مره، وكنخدموها هكا يعني حتى تطلق مزيان مزيان بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، يعني هذه الطريقه. ومن بعد منا كنخدموها مزيان هكايا، كان ما تنساوش البنات اننا لابد نحطوها 15 دقيقه، يعني باش ترتاح مزيان. صافي، ناخذ الخليط نديروه في الميكسور باش ما تكورش لينا العجينه. صافو، كنديروا الورقه ديالنا. بعد ما درنا القميله عامره بالماء، عمرناها بالماء، او البرمه عمرناها بالماء حتى سخن الماء، ودرنا عليها المقله. صافي، خصنا نكملوا بهذه الطريقه هذه، ما خصناش نخليو دوك التقابي الصغار في الورقه ديالنا، يعني خصنا كلشي نعمروا الجوانب والوسط حتى نحصل على ورقه ديالنا كما هي، كما بغينا ما تكونش مقطعه. صافو، كنخليوها ما تنشفش بزاف، كنخليوها غير شويه، غير ملي كتنشف بشويه كنهزوها، لان الا خليناها نشفت مزيان مزيان وطابت مزيان راه غادي تهرس لينا. صافي، من بعد ما شفناها يعني طابت كنهزوها بشويه بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا الورقه خاصها ديما تكون شفافه بحال هكا، ومن بعد كندهنوها بالزيت او بالزبده اللي عندكم. كما كتشوفوا كنتحكم فيها. صافي، كندهنوها بحال هذا الشكل هذا. انا ديجا عملت طيبت شي وحدين. صافي، هكا البنات كتقدروا ديروا البصله ديالكم او البريوات اللي حبيتو. صافي، كنكملوا بنفس الطريقه.
صافي كنستمر على هذا الشكل هذا. نكملوا الورقة البستيلة ديالنا، ومن بعد غادي نوري لكم في الاخر التقديم النهائي. انا غادي نقطعهم يعني بديك القطعة ديال البيتزا، ضروري نقطعوا دوك الجوانب ديال الورقة البستيلة لان كيكون فيها شوية ديال البقايا ديال العجينة، يعني تحاولوا تقطعوها بديك الورقه ديال بالقطعه ديال البيتزا باش تجيكم يعني تجيكم لا فينيسيون مزيانه مقاده. صافي هي النتيجه النهائيه ديالنا، هذه كنت طيبتها في بلاك دو كويسون علاش داكشي علاش خرجت ليا هكا طويله، والاخرى درتها في المقله كما شفتوا معايا. ومن بعد غادي ندير البريوات ديالي وغنوري لكم الطبق النهائي. ما تنساوش تدعمونا باللايك وتفعلوا الجرس وسبسكرايب.